انا مبسوطه قوي بافكارك حبيبتي. على قد ما هي مبسوطه، على قد ما هي بسيطه جدا بس مفرحه قوي. العيال هتهيص. ده احنا اللي هنهيص. بصي الله، جميله 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 بجد. تسلم ايديك ويسلم افكارك ويسلم تعبك. احنا لسه مخلصناش، احنا هنقفل الشغل الكبير بقى. شفتي تان تي في منوره ازاي؟ تسلم ايدك والله تحفه. إيه؟ هتقول لنا بقى هنعمل الحاجات دي برضو ازاي؟ اوكي يلا. بصي احنا خلاص، احنا عشان ما كانش معانا وقت فاحنا عملنا القلب واحده بس. اوكي. اتكسر مننا نزعل؟ لا ما نزعلش خالص، احنا كده كده هنكسره. احنا هنكسره في الاخر. احنا هنجيب الشوكولاته السايحه. اوكي. وحطينا كده لزقناه في النص مع بعض. تمام. اوكي. وممكن بقى نعمل اي اشكال على الهارت عشان نغير. هي بس الشوكولاته اللي زي نبص الحته دي. اتفضل. اوكي. هو طبعا الكيس المفروض يبقى ارفع. ماشي. فاحنا مش ايه عشان القصه تخين، فاحنا أوكي. ايه بنعمل ايدينا بس كده حركات يمين شمال يمين شمال. الله، بتغير الشكل يا جماعه، بتخلي شكل حلو قوي. والحته اللي اتكسرت خلاص مش باينه معانا، بس انتوا لما هتعملوه مرتين وثلاثه في البيت مش هتتكسر. هو ده عشان الوقت. ضعيف. احنا ما عندناش وقت فدخلناه الثلاجه مره واحده. نحط على ده الالوان بتاعه السبرينكلز مثلا كريسماس، وفي هنا هتروح لازقه على طول كده. الله. العب معاكي. ممكن نرش ده بالظبط، شكله حلو قوي. الله الله. احنا المفروض بقى المفروض ما حركوش دلوقتي. اوكي. تمام. بس هو يعني ايه المفروض لما يهدى خالص؟ ايوه. احنا بقى جوه القالب ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه كده مهرجان الشوكولاته مثلا. نحط حبه، نحط حبه شوكولاته الوان كده. اوكي. نحط الشوكليتس دي. كل ده جوه. كل ده بقى بيبقى جوه. الله. اوكي. مش باين بقى. مش باين ومستخبي خالص. اوكي. وبعد كده هو بقى كل بتروح الهديه بقى هي كده. ده الهارت معمول. ايوه اهو. بس كده حلو قوي. جدا. يجيبهولك. الله، بصوا كل حاجه مستخبيه اهي. وبعدين أوكي. نروح وبعدين بقى اي مسج عايزين نكتبها زي ما احنا كاتبين على اللي جاهز بتاعنا. هابي نيو يير. انا عامله دي بعجينه السكر، بسهل على الناس. مش 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 لازم تعملوها بالشوكولاته. بالشوكولاته ممكن تبقى صعب عليكم شويه ان انتوا تكتبوا حروف وكده. تمام. ممكن تعملوها بعجينه السكر. وسهله قوي يعني. بنطريها بايدينا كده ونكتب الحروف. بسيطه قوي وجميله جدا. بس هي لذيذه يعني جداً. في ناس اخذتها اللي هي مفاجاه البيبي، كان جواها حاجات لونها بينك وبلو من بره. تتكسر واول ما كسروا عرفوا نوع البيبي. طلعت بنت. الله، حلو قوي حلو قوي. انت بقى كنت حاطه بقى الحاجات اللي الحاجات اللي لونها البينك هي اللي كانت جوه فطلعت بنت. بس بره كنا ضاحكين عليهم باللونين طبعا. طبعا عشان ما يبقوش عارفين. حلو قوي، بسيط بس مبهرة. ايه اللي بعده؟ اوكي. ايه اللي بعده؟ هنجيب بقى نعمل انت عايزه المارشميلو ده ولا حاجه؟ ممكن نعمل بيه ديكور حوالين القلب كده. نجيب ولا بقى ايه؟ دي ولا انا هي. بصي يا فيفو، احنا كنا مسقعين ال الشوكليت دي. احنا بس برضو ما لحقتش تتعمل فهفهم الناس فكرتها بس. ماشي اتفضل. ده بعد ما بنطلعه بيبقى نص دايره كده. اوكي. هنحط هنا اللي هو سريع الكاكاو سريع الذوبان. سريع الذوبان اللي بنعمل بيه اللي هو مضاف له سكر مش كاكاو خام. بالظبط كده. اوكي. في ناحيه، وفي الناحيه الثانيه بنحط مارشميلو متقطع صغير. اوكي. هنقفلهم ازاي على بعض؟ هنبقى مسخنين طاسه على النار ووشها كده بس، نحطها في الطاسه هتسيح، هوب الاثنين في بعض. أوكي. اوكي تمام، فكرتها بسيطه. انا نيمو بقى ما بتعملش نسكويك بس طبعا. بتعمل ايه كمان؟ بتحط شوكولاته قابله للدهن كمان او لوتس يعني. دلع زبان يعني. دي قنبله. قنبله شوكولاته، قنبله حلويات. اوكي. بنحطها بقى هنا كده. وبننزل عليها يعني. انا جوزي بيحب مثلا نسكافيه، نحط له نسكافيه يعني زي ما انتوا بتحبوا. مش لازم بس مش شرط لبن قصدك. مش لا مش شرط هوت شوكليت بس، اللي جواها بيبقى زي ما انت حابه. وننزل عليها باللبن السكر. الله. فهي اللبن السخونيه بقى هتسيح الشوكولاته. هتسيح دلوقتي وتتفتح صح؟ الله، دي برضو حلوه جدا ومفاجاه. وعلى حسب نوع اي حد بيحب المشروب، مش شرط بس ان احنا نحط عليه لبن. بس على فكره حلو للولاد كمان ان احنا نشجعهم. الله، اهي اتفتحت. اتفتحت والمارشميلو طلع اهي. شايفين اتفتحت ازاي؟
السخنيه بتخليها تفتح على طول. حلوة قوي قوي. ممكن بقى زي ما قلنا اي مشروب هما بيحبوه. اه ممكن نحط واحد كبير كده في الاخر. ده احنا لازم نحط لازم نحط ندلعهم. اه ممكن كمان. اه حلوة قوي. هي بس عشان المكان ساقع قوي وانا لو عملت كده هينزل تحت. هينزل تحت. اه لازم تبقى حاجة بتطفو. اه حاجة خفيفة. اه حلوة قوي. بس فضل كده هنعمل حاجة تانية. تعالي اكسر لنا بقى ال الله الله انا هكسر يا جماعه. عايزه اقول لك ضياء كان حاجز يقول لي عايز نفسي اكسرها نفسي اكسر في شكوش تاني. لا انا هكسر وغيظه دلوقتي. نيو يير ولا اي هكسر نيو يير عشان عايزه احتفظ بالتين تي في. انا هكسر ايه نيو يير عشان انا عايزه احتفظ بالتين تي في. جميله كده هكسر بقى. هكسر بقى يا جماعه. بس جامد يا فيفو ما يهمكيش لان هو التكييف هنا مجمد. في النص في النص اجي اكسر معاكي. اه انا عايزاكي فعلا. تعالي يا نيمو بتاعتك برضو عارفاكي. لا بص برضو عايزه قوه. اه هو طبعا اللطيف اللي في الموضوع ان كل اللي معزومين هيكسروا. الله دي بقى تتكسر الساعه 12 بالظبط. بس بقى الله بقى المفاجآت كلها جوه. الله بصي الله اهي الاجواء كلها اهي عشناها. تحفه يا نيمو تحفه. كل سنه وانتي طيبين. كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي ورب سنه سعيده علينا كلنا يا رب وعلى كل اللي شايفيننا وبيسمعونا وعلى العالم كله. امين يا رب. امين امين يا رب. تكون سنه كده تحقق كل واحد يحقق فيها امنياته كل واحد حلم اجله ان شاء الله يتحقق السنه دي. احنا علينا ان احنا نحلم ونسعى والاوقات دي بتاعه ربنا في الاول وفي الاخر. صح. امتى حلمك يتحقق المهم انت تسعى. امتى حلمك ده يشوف النور مش دي مش شغلتك خالص. احنا بس نشتغل ونجتهد والحلم تحقيقه ده عند ربنا وتوقيت ربنا. كل سنه وانت طيبه يا نيمو. انت طيبه يا فيفو. كل سنه وبيتك طيب. يا رب تحققي كل نفسك فيه. وانت كمان وكل اللي بيشوفونا يا رب سنه سلام وسعاده عليكم كلكم وعلى العالم كله. يا رب الوباء ينتهي ونعيش بقى وترجع ايامنا اللي كانت مليانه حركه مفيش فيها اي تفكير ان انا لما هتقابل مع حد هيحصل لي ايه. لما هخرج انا ممكن ارجع بايه. كانت ايام كلها نعمه وفضل من عند ربنا. اخذنا الدرس وتعلمناه كويس قوي قوي قوي. وان شاء الله ان شاء الله السنين اللي جايه هتبقى احلى بكتير. كل سنه وكلكم طيبين. نورتيني يا نيمو. متشكره جدا 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 على تعبك بجد بجد. يعني افكار بسيطه كلها بس هتفرحنا كلنا. كل سنه وكل اللي موجودين طيبين. كل سنه واللي في كنترول طيبين. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه قويه جدا برده معانا ضيفه جميله قوي قوي هتعيشنا اجواء حلوه جدا هتبسطكم ان شاء الله. وطبعا هنعمل اكلات تجنن. استنونا بكره من واحده لاثنين على قناتنا تين تي في. برنامجكم كل يوم اكله. هتوحشوني. باي باي. Good tidings we bring.